معي من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. إذن بغارات على دوما، الوضع أشبه بالجحيم على الأرض في الغوطة وفق اليونيسف، ورغم المخاوف شاحنات 13 شاحنة دخلت. أحدث تفاصيل ما يحدث هناك سيد رامي معك. نعم، أحدث تفاصيل نبدأ من الحصيلة البشرية التي ترتفع في كل ساعة، 948 شهيدا مدنيا على الأقل منذ 18 من شهر إشباط فبراير الفائت، وحتى اللحظة بينهم 195 طفلا على الأقل حسب المعلومات التي لدينا. غير هذه الأحصائية، يوجد نحو 80 مدني تحت أنقاض مباني هدمتها الطائرات الروسية وطائرات النظام، وحتى اللحظة صرخ الإنقاذ لم تستطع انتشالها من تحت هذه المباني نتيجة استمرار القصف على عدة مناطق. هذه الحصيلة البشرية أعتقد أنها كافية لتجعل الأمم المتحدة التحرك من أجل يعني الوقف، وقف إطلاق النار ووقف القصف الفوري في الغوطة الشرقية. قبل قليل كان هناك قصف بالبراميل المتفجرة على ملبة مصرابة التي تقع بين شطري الغوط أو ما تبقى من الغوطة الشرقية المحاصرة، الشطر الشمالي الخاضع لسيطرة الجيش الإسلام والشطر الجنوبي الخاضع لسيطرة فيلق الرحمن. وروسيا الآن يعني هي سمحت بإدخال المساعدات الإنسانية، لكن هذه المساعدات الإنسانية سيكون هناك صعوبة جدا لنقل قسم منها إلى القسم الجنوبي الغربي الخاضع لسيطرة فيلق الرحمن، كون أن قوات النظام تسيطر ناريا على الممر ما بين هذين القسمين. أها. طيب، ما العمل حينها؟ مع من تتواصلون؟ العمل حينها ان العمل حينها بان روسيا في ظل صمت المجتمع الدولي، صمت المجتمع الدولي ليس الكلام، الكلام الجميع يتحدث بالكلام عن القيام بافعال بالضغط على روسيا. نحن يعني شاهدنا وسمعنا المسؤولين الغربيين يتحدثون يجب على روسيا وايران الضغط على النظام السوري، وكانهم يريدون القول بانهم لا يعلمون بان العمليه العسكريه الان في الغوطه الشرقيه هي بقياده ضباط روس ولا نظام بشار الاسد على علاقه بها، سوى بان العناصر التي تنفذ الاوامر على الارض هي هم من الجنسيه السوريه. طيب، وحتى صحيح، وحتى قرار مجلس الامن بال 14 فبراير كان واضح بانه روسيا قالت لا، تحت حجج بانه مناطق معينه لن تشملها هذه الهدنه ل 30 يوما. نعم، ما تقوم به روسيا الآن في الغوطة الشرقية هو التالي، تسعى لحصول على تقسيم داخل الغوطة الشرقية، الحصول على مصالحات على سبيل المثال في بلدتي حمورية وسقبة عبر تجار متواجدين في دمشق هم من الغوطة الشرقية، يتواصلون مع وجهاء من هاتين البلدتين من أجل الوصول إلى حل ما يخرج المقاتلين من هاتين البلدتين أو إخراج المدنيين بشكل مؤقت باتجاه مناطق سيطرة النظام. إلى الآن لم تنجح هذه المفاوضات، ولكن في حال نجحت هذه المفاوضات يكون نظام بشار الأسد أو تكون روسيا حامية نظام بشار الأسد قد حققت أهدافها وهي تقسيم المقسم داخل الغوطة الشرقية. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.